شوف زميلنا خالد رزقي واللي بيقول لنا اخر الاخبار والتفاصيل المتعلقه بمعسكر منتخبنا. ما تزعقوش، تزعقوا ليه؟ الموضوع بسيط، لازم تشخطوا. اتفضل اتفضل سي، اتفضل يا كابتن خالد. يا كابتن ابراهيم، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. اجواء وكواليس عن منتخبنا الوطني في مران اليوم بعد مباراه الامس. بالتاكيد يعني هناك في المران بيتواجد اللاعبين اللي لم يشاركوا بصفه اساسيه مع المنتخب الوطني في مباراه الامس، او اللي شاركوا بشكل قليل في هذه المباراه. باقي المنتخب متواجد في فندق الاقامه لعمليه الاستشفاء ومران بدني داخل فندق الاقامه. كابتن ايهاب جلال، قبل مواجهه اليوم او قبل مران اليوم، اتكلم مع اللاعبين في ارض الملعب واتناقش معاهم في تفاصيل كتير، حاول بقدر الامكان وجعل كل اللاعبين في حاله تركيز عاليه جدا والاساسي كالاحتياطي، وكل يكون جاهز للمشاركه في اي وقت في المباريات. المنتخب الوطني ان شاء الله هيتوجه بكره في الساعه الواحده ظهرا الى مطار القاهره الدولي، وهيطلع على طائره خاصه بالتاكيد للتوجه الى ملاوي لمواجهه منتخب اثيوبيا في المباريات بالتاكيد، وحاله تركيز على اللاعبين بشكل كبير جدا. لو اتكلمنا عن جانب الاصابات والغيابات لمنتخبنا الوطني، يمكن الغياب الاخير اللي كان موجود لمحمد الشناوي الحمد لله بقى معافى بشكل 100% وموجود النهارده في المران ونازل بشكل جيد جدا، عنده حاله تركيز عاليه جدا. حراس المرمى في تمرينهم النهارده كانوا بيتمرنوا بشكل قوي بصوره كبيره جدا. ايضا محمود حسن تريزيجيه اللي كان اصيب قبل المباراه بالامس، يعني بعد الكشف الطبي وبعد اجراء الاشعاعات والفحوصات تاكد ان هو اصابته خفيفه وبيعاني من شد خفيف، ولكن هيكون موجود مع المنتخب خلاص ومش هيكون غائب عن قائمه المنتخب، ويعني من المتوقع انه ممكن يشارك في المباراه القادمه امام اثيوبيا في ملاوي، ولكن لسه هيتم التحديد بعد عمل بعض التجارب وبعض التاهيل محمود حسن تريزيجيه. ايضا عبد المنعم واحد من نجوم منتخبنا الوطني ايضا اللي كان متواجد في المران اليوم وكان بيجري عمليات احماء منفردا، وخلاص يعني هو عبد المنعم يعني سليم بنسبه 100%، ولكن بعض التاهيل البدني وبعض التجهيز لعبد المنعم اللي هيكون موجود خلاص مع المنتخب في الفترات القادمه. كابتن ابراهيم، دي كانت كل اجوانا وكواليسنا من داخل استاد القاهره. نعود اليك مره اخرى، اتفضل يا كابتن.